وللمزيد حول انتخابات المجالس المحافظات وعزوف الشارع العراقي على المشاركة فيها وتخوفات الأحزاب من عودة تظاهرات تشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ مكي. النائب باسم خشان صرح بأن المجاملات السياسية تفضي إلى عدم محاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات، هذه الصورة الذهنية التي يرسمها شركاء العملية السياسية عن الأحزاب ونوابهم، كيف يمكن أن تدفع الشارع إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بهذا الشكل؟ يعني الحقيقة هم يعرفون أن الشعب العراقي فهم الفيلم بين هلالين الذي يعني أسس له الاحتلال، وهو يعني أن هذه المجالس مزيفة وأنها فقط لرشوة هذه الأحزاب لكي تستمر العملية السياسية، يغمضون أعينهم عنها وتعمل بما تريد من فساد. هكذا أصبح الشعب العراقي واعيا، ومنذ يعني مدة طويلة حتى في انتخابات ما يسمى البرلمان. نعم. فأكيد يعني هم يعرفون ويضطرون إلى الاعتراف المسبق أن هذه الانتخابات فاشلة وأن الجمهور لن يشارك فيها. يعني هو نوع من الاعتراف المسبق لكي يعني يبرئ ضميره هو برأيه من هذه الانتخابات. نعم. هنا أيضا، هل تعتقد أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات القادمة وفق الصورة التي ذكرتها ستقدم ما يمكن أن يغير قناعات الشارع العراقي بالمقاطعة؟ أبدا، يعني الشعب العراقي خلاص أعطى رأيه. وحين نقول بالمناسبة الشعب العراقي، ورسميا يعني الجهات الثقة نعم قالوا أن أكثر من 80% لم يشاركوا لمرتين في البرلمان ومرتين في المجالس، فبذلك طبعا يكون النسبة الحقيقية أكثر من 90%. نعم. هذا يعني أن الشعب كله، لأن البقية هم أنفسهم يعني ينتخبون بعضهم وأقاربهم وكذا، فهذا يدل على أن الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات، ولا أظن أن حتى نسبة 80 و90% ستتحقق، عدا بعض القبليات وبعض ضعاف النفوس الذين يدفعون لهم 50,000 دينار لكي يدلوا بأصواتهم. هي عملية يعني كأعضاء شركة بينهم قسمة غرماء سيتقاسمون الأصوات وتنتهي المسرحية. نعم. طيب، هنا أيضا منذ أيام صرح بعض النواب بأن الشعب لا يثق بحكومات تقودها أحزاب أثبتت فشلها طيلة عقدين، ماذا يعني برأيك مثل هذا التصريح أو الاعتراف أن يأتي من شريك من داخل العملية السياسية؟ نعم، هم كل مدة لهم موسم اعترافات، يعني على أعلى المستويات قبل سنوات كلهم اعترفوا أنهم يجب أن يقلعوا من جذورهم كلهم، ويعني الكل حتى على أعلى شخص في هذه العملية السياسية. هم يعني يرشون هذه الاعترافات نوع من التزويق وتبرئة النفس، يعني نفسيا حين تسمع أن فلان قال أن هذه العملية السياسية فاشلة، فهو يعني كأنه يقول أنا لست منهم، وبما أن الجميع يعترفون بذلك إذن العملية السياسية بقي يعني غسلت وكفنت ولم يبقى إلا دفنها. أما عن الثورة وثورة يعني تكرار ثورة تشرين، نعم، فالعملية صعبة، يعني الآن العملية صعبة نعترف بذلك. لماذا؟ لأن النار والحديد جاهزة لقمع الشباب، لكن أتوقع أن هذه المقاطعة ستسبب تغييرا ما في المستقبل القريب. ولكن الأغلب الكتل السياسية تتخوف من عودة تظاهرات ثورة تشرين، هل هو استباق ربما لمقاطعة المواطنين؟ نعم نعم، هم يعني هم واثقون أن الشعب كله ثائر. نعم. في داخله، لكن يعني لا يريدون أن تظهر مظاهرة في الشارع ولو بعدد 100 شخص، لأن هؤلاء سيتكلمون بلسان الجميع،
أنا يعني أقول صعبة، لكن لا أقول لن تخرج مظاهرات. نعم ستخرج مظاهرات وستقمع، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون في ظل صمت دولي مريب بل مدام تجاه هذه المظاهرات الشعبية. نعم. من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.